تم إقامة دورة تدريبية باسم الشايب وليد عبد الغني بريتاوي. طبعا مدة الدورة 10 أيام، عدد العناصر 20 عنصر، تم تدريبهم على جميع أعمال الدفاع المدني من إطفاء وإنقاذ وإسعاف. والله الحمد كانت دورة يعني جيدة جدا، واليوم تم البيان الختامي للدورة لجميع الأعمال التي قاموا بها وتدرب عليها خلال الدورة التدريبية. يا معلم